أقرت محكمة تونسية تمديد حبس 3 نشيطات من حركة فيمن النسائي حتى 12 من الشهر الجاري على خلفية اتهامهن بالتجاهر عمدا بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وذلك بعد تظاهرهن عاريات الصدور أمام محكمة تونسية. 4 أشخاص ممن تجمهروا أمام المحكمة طالبوا بتطبيق أقصى العقوبة في حق المتهمات. احنا بلد عربي مسلم، عنا عاداتنا وتقاليدنا، وهما هي ما جاوا يضربوا في كل القيم متاع التوانسة. يعني محامي الناشطات الثلاث التي يحملن جنسيات فرنسية وألمانية أشار إلى تمكنه من رؤيتهن. لقد رأيتهن بشكل سريع وأتمنى أن يملكن معنويات مرتفعة وشجاعة كافية للتغلب على هذا الموقف. في سياق متصل، رحلت وزارة الداخلية التونسية 3 نشيطات من حركة فيمن حاولن دخول البلاد خلال الساعات الماضية للتظاهر ضد محاكمة زميلتهن الموقوفات منذ نهاية الشهر الماضي.